السلام عليكم. ليس الأداء المذهل والألقاب الكثيرة فقط ما يميز الحارس التشيكي بيتر تشيك، بل أيضا ارتداؤه خوذة واقية على الدوام لسبب لا يعلمه الكثيرون. قصة هذه الخوذة بدأت حين تعرض تشيك لإصابة في رأسه بعد التحام قوي مع الإيرلندي ستيفن هانت جناح نادي ريدينغ بالدوري الإنجليزي الممتاز في 14 من أكتوبر عام 2006، حيث أصابت ركبة هانت اليمنى رأس تشيك في الدقيقة الأولى من المباراة ليتم نقله خارج الملعب للعلاج، فتم استبداله بالحارس الاحتياطي كوديتشيني الذي فقد الوعي بدوره وخرج من المباراة في وقت لاحق، فانتهى الأمر بتولي قائد الفريق جون تيري حراسة المرمى. وخضع تشيك بعد ذلك لعملية جراحية بسبب كسر في الجمجمة في المنطقة الصدغية اليسرى فوق الأذن اليسرى، وأفاد الأطباء أن الإصابة كادت أن تكلف تشيك حياته. كما نصح العديد من الأطباء تشيك بالقيام بعملية جراحية بسيطة في المخ من أجل الحفاظ على التوازن وخلايا المخ بشكل أفضل منعا لأي انتكاسة مستقبلا. وقام الطاقم الطبي الخاص بتشيلسي بمشاركة أهم الأطباء في علم جراحة المخ والأعصاب في إنجلترا بعملية تم خلالها وضع لوحات معدنية صغيرة بدلا من الأجزاء المهشمة في جدار الجمجمة لحماية الأعصاب والخلايا وبدون أي تأثيرات أو مضاعفات على تشيك، والتي تجعله يستطيع مزاولة الرياضة بدون أي مشاكل صحية. وتوقع الأطباء أن يغيب حتى نهاية الموسم، لكنه نجح في العودة للملاعب بعد 3 أشهر فقط، إذ قال وقتها: أردت أن أثبت للجميع أنهم على خطأ. في البداية كان من الصعب علي حتى التحدث، كنت أنطق الكلمات بشكل خاطئ، فقد كان لدي صداع رهيب ولم أستطع التحرك أو القيام بأي شيء، حتى مشاهدة التلفاز ل5 دقائق كان صعبا. ولزيادة الأمان نصح الأطباء تشيك بأن يقوم بارتداء خوذة طبية كنوع من الوقاية لرأسه وجمجمته من أي اصطدام قد يتعرض له مستقبلا، خاصة وأن مركزه كحارس مرمى يجعله عرضة للاصطدام مع المهاجمين في الكرات الهوائية المشتركة. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن.